بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، واصلي واسلم على النبي المصطفى. Today we will continue the lecture in factors that affect the dose and action of drugs. العوامل التي تؤثر في اللي هو جرعة العلاج وفي مفعول العلاج. For time of administration، وقت اعطاء الدواء. Time of administration، هو واضح انه الامتي ستومك، the empty stomach will digest the drug sooner than the full stomach. المعدة الفاضية تهضم الطعام اسرع. وما لم يكن هذا الدواء مهيج للمعدة، احنا بناخده على معدة فاضية، لكن معظم الأدوية هي مهيجة للمعدة، لذلك احنا يبقى الآن من ناحية السرعة اللي هو المعدة فيها طعام أو فيش فيها طعام، لكن في وقت تاني معين بيكون الجسم فيسيولوجيكالي ستاتيك أو inactive الفسيولوجي، وهذا بيكون at waking up عند الاستيقاظ من الطعام من النوم. يكون الجسم فسيولوجيا ورياضيا خامل، لذلك الآن لو أنا أعطيت أي دوز أو درج بالمعدة أثناء اللي هو الفسيولوجي بتاع الجسم انه يكون ستاتيك، بيكون الدوز مش مؤثرة او الجسم غير مؤهل لاستقبال العلاج. هذا بقول لك body resistance to drug، مقاومة الجسم للدواء is generally greater in the early morning بعد الفجر مثلا، when the body is at the lowest point of physiological functioning، بكون الأداء الوظيفي في أدنى درجة له في الصباح الباكر. وعلى العكس contrary، على عكس ذلك the body is more sensitive to drugs during time of maximal physiological activity. يعني مثلا الساعة 10 صباحا، الساعة 12 صباحا بيكون الجسم في أوج نشاطه الفسيولوجي، لذلك لو أنا أعطيت أي علاج بيكون أثره في الجسم والجرعة بتاعته بتكون عادية، لكن في الصباح الباكر أو عند النوم أو قبل النوم بيكون الفسيولوجي نازل، وبالتالي الجسم بيكون بيقاوم أثر العلاج. كل شيء العلاج يعني يعمل مفعوله بالدرجة المرجوة. أيضا في الجسم بيأثر على جرعة العلاج وأثره الباثولوجي diseases are of the body. وهنا ضرب مثال المسكنات في الألم. مسكنات في الألم في البداية الجرعة الصغيرة نسبيا تؤدي إلى تسكين الألم، لكن إذا طال إعطاء العلاج فإن الجسم يتغلب على هذا الأثر العلاجي ويطلب المزيد والمزيد والمزيد، كما يحدث في الناس الأدكت المدمنين. ترامادول، الأترامان تسمعوا فيه، بيبدأ بجرعة صغيرة ثم يدمن، يعني هذا المسكين على هذا الدواء فيطلب قرصين ثم ثلاثة ثم أربعة ولا يستطيع أن يفعل أي مفعول أو حتى أن يمارس نشاطه العادي إلا بالإيش؟ بمزيد من هذه الأقراص. كل المخدرات وكثير المسكنات الأنالجيزيكس يتآكل مفعولها مع الوقت، وهذه يعني شيء معروف في عالم الدواء إنه الإنسان في البداية جرعة صغيرة تكفي، فإذا استمر الوضع فإنه سوف يتعود على هذا العلاج ويصبح يعني تأثير جرعة صغيرة لا
يأتي بإيش؟ بأثر يعني يريد أن يزيد من أثر بجرعات متعاقبة. طيب أيضا في الفاكتورز بتأثر على الجرعة والمفعول environmental milieu، وأقصد بالميليو الانفايرونمنت أو الجو المحيط أو الوسط المحيط. بقول لي drugs affecting mood المزاج and behavior are particularly susceptible to the influence of the patient's environment، تخضع للمحيط بالمريض. مثلا الاكزامبل heat relaxes peripheral blood circulation أو blood vessels، يعني الجو الساخن فوق 45 درجة مئوية يمدد له إيش؟ الأوعية الدموية الطرفية في الأطراف. وعلى عكس من ذلك البرد الشديد يؤدي إلى انكماش في الدورة الدموية في الأطراف، وإحنا بنعاني هالأيام في البرد الشديد، الإنسان يعني ألم شديد في أطرافه ويتغطى بإشي ومش لاقي. هاي مثلا دي محيط حاجة تانية. مثلا واحد عايش في ضوضاء دائما عنده هيديك ومحتاج إلى مسكنة، بينما واحد عايش في مكتب مسكر مغلق عليه وما فيش أي ضوضاء تلاقيه أعصابه هادية. هذاك دائما مصدع ودائما إرتابل ودائما نيرفس اللي في الضوضاء، بينما هذا الإنسان اللي يعني بيتعامل مع الناس باستمرار في أشياء إدارية وأعمال معينة دائما مشدود دائما منتبه، بينما الإنسان اللي هو بيعمل لحاله في مكتب مغلق بيكون يعني أكثر هدوءا وعنده تفكير أعمق. وبالتالي إحنا بعد هذه العوامل الخمسة نستطيع أن نقول with such drugs one has to consider effects of drug في ضوء أربع عوامل. الأربع عوامل هذه تتداخل في بعضها: drug itself نوع العلاج، هل العلاج هو مضاد حيوي أم ده أسبوع بس مثلا، ولا هو للقلب بدأ أخذه forever، ولا هو مسكن بأخذه مرات وبأسيبه مرات، إيش وظيفته هذا العلاج وقديش أنا بأخذه في السنة مرة ولا مرتين ولا كل يوم. 2 personality of the user، هل اليوزر اللي هو المريض أعني فيه هل هو إنسان مثقف فاهم بيقرأ ولا جاهل بياخذ العلاج يعني على العمى. البيرسوناليتي مهمة جدا، في إنسان بياخذ العلاج وبيخاف كتير بيعودش ياخذه تاني، في واحد ياخذ العلاج وعارف الجرعة وعارف الآثار الجانبية وعارف كل إشي له، فالبيرسوناليتي مهمة. الجاهل عن اللي عالم اللي في المجال الطبي عن اللي مش في المجال الطبي اللي بيفهم التوكسيسيتي اوف دراكس. 3 انفايرمنت اوف ذا يوزر، وزي ما قلنا احنا انسان عايش في ستريس بيختلف عن انسان عايش ريلاكس. مثلا انسان عايش في الجو القطبي البرد بيختلف عن انسان عايش في الجو الاستوائي الحار، البيئه المحيطه. وبالتالي هذه العوامل 1 and 2 and 3 والانتراكت تتدخل في بعض. يعني ممكن واحد اللي يكون عنده العوامل كلها صعبة، عايش في جو قطبي وفي ضوضاء شديدة دائما مشدود وعنده البيرسوناليتي مثلا حساسة بيخشوا في بعض. في واحد عايش في جو زينة معتدل الحمد لله، جو فلسطين جو معتدل جدا، وهو يعني أعصابه هادية ورايق فيش عنده ضوضاء أو عنده ستريس أو عنده مشاكل، وبعدين هو يقرأ عن العلاج ويعرف إيش يعني اللي هو تأثيرات هذا العلاج. هذه العوامل تتدخل في بعضها. في عامل سادس أيضا يؤثر في الجرعة والأثر العلاجي genetic factors، وهذا موضوع طويل عريض، لكن يعني أنا لاحظت إنه في ناس أقارب relatives يعني العلاج يختلف من واحد إلى آخر إلى ثالث، نفس العلاج ونفس الجرعة تختلف في أثرها.
ناهيك أن يكون هذا العلاج يختلف بين أفراد المجتمع الواحد، بين أفراد المجتمع الواحد، وحتى بين التوائم، حتى بين التوائم يختلف العلاج من توأم لتوأم. وعني بالتوأم شق التوم يعني، وقلت توأم أنا لما يكون اثنين، ثلاثة التوائم لما يكونوا ثلاثة، وهكذا. يبقى أنا عندي حقيقة لثابت إنه في عندي specific phenotypes، في أثر وراثي يعتمد على الجينات واستجابتها لهذا الدواء. Of a drug response were identified and the biochemical traits leading to the variation of drug. إيش variation of drug؟ اختلاف الأثر العلاجي. Concentrations were found to be inherited. يعني الاستجابة للدواء وأثره والجوع بتاعته هذا inherited، يختلف من واحد لواحد. The observation that individual variation of a drug response is often larger among members in population. يختلف الدواء عنه في الإنسان الواحد عن اللي هو أفراد المجتمع، عن أفراد المجتمع. ليش؟ لأن الإنسان جمهورية لحاله أو مملكة لحاله، يعني له ميول جينية واستجابات جينية خاصة فيه، بينما المجتمع فيه variable phenotypes. وبالتالي لما الدواء يختلف بين أفراد المجتمع هذا شيء يدل على أنه فيه اختلاف جيني. بقول الاختلاف بين الممبرز في population أو population variability than within the same person at different times. يبقى الآن هذا في آخر سطر بيقول لي أنه هذا يعضد supports inheritance، الوراثة، as a major determinant of اللي هو drug response، محدد أساسي للاستجابة الدوائية. اثنين إخوة، واحد بتسكن بأكامول، بالتاني تروفين، تالت دايكلوفين، تنزل حرارته مثلا، اللي بنفع لهذا ما بنفعش لهذا، وهذا مع التجربة. يبقى فيه اللي هو specific phenotype for each person in the population، هذا وراثي. طيب الآن channels of drug administration، طرق إعطاء الدواء. chapter 4 channels of drug administration. أول وأهم وأكبر طريقة لإعطاء الدواء is the mouth، the oral route، طريق الفم. The first and most convenient mean is the oral route، طريق الايش؟ الفم. The patient is usually swallows the drug، هو ايش؟ بعمله ايش؟ ابتلاع. Which then enters the GIT، الى المعدة والى الامعاء، and absorbed from the villi of the small intestine، الاريا يعني الفيلاي أو small intestine. طيب هنشوف ما هي المزايا لإعطاء الدواء بطريق الفم. في عدة مزايا. أول مزية this route accounts for 80% of all medications administered to patients، عالميا. يعني لو تقول الأدوية اللي بيأخذها العالم نعمل عليها إحصائية، كم بياخذوا حقن، كم بياخذوا تحاميل، كم ياخذوا تحت الجلد، كم ياخذوا محاليل، وكم ياخذوا بالفم، تلاقي اللي بالفم about 80% من كل العلاج بياخذ في العالم، لانه شعبيه، لانه سهل، لان بحمله في جيبي، بروحش على المستشفى اخذ محلول، ولا باخذه بروح على المرضى تعطيني اياه ايش حقنه في العضل. الميزه الثانيه دكتورز usually decide the amount and the frequency، يعني بقول الجرعة كم وكل قديش، فريكوانسي يعني كل كم ساعة، فريكوانسي التتابع. and the patient administer the drug to himself، خلاص انا بكتب له روشتة، اقراص، حبوب، كذا كذا، او الولد شراب، وهم بياخذوا بنفذوا لحاله، بيقروا اللي كتبته بنفذوا لحاله، وصاد اللي بكتب على العلبة. الشيء الثالث the cost of medication and therapy is low، نسبيا الاقراص
واللي هي كبسولات والاشي هذا نسبيا لو برايس عن اللي هو الحقن والحاجات اللي التانية. المزية الرابعة oral administration is painless. مش في ألم. And there is no necessity to practice sterile technique. بدهاش تعقيم وبدهاش وجع راس وبدهاش حقن وبدهاش ألم وبدهاش نزل دم وبدهاش نربط جلدة وزي هيك. ولا بدها ممرض يعطيها. طب disadvantages. طبعا كل شيء له مزايا وعيوب. ايش هي العيوب لإعطاء الدواء بالفم؟ اول شيء inconsistent absorption from the gastrointestinal tract، يعني حسب عوامل، المعدة مليانة ولا فاضية، الامعاء حركتها كثيرة ولا حركتها قليلة، الخبلات مريضة ولا صحيحة، المولكيول حجمه كبير ولا صغير، يذوب في الدهون ويذوب في الماء. ما هذه القصة تكلمنا عنها. فبقدرش انا اقول انه الامتصاص من الامعاء انه يعني في كل الناس بنفس الدرجة ونفس السرعة ونفس الكمية، وهذا يعيق او يسرع الاثر العلاجي في التارجت سايت وفي البلازما، صح؟ اثنين، blood level may vary among different patients because of different GIT characteristics زي acidity, gastrointestinal motility, intestinal mucous membrane, health. يعني كمان في يعني الاثر العلاجي في الدم يختلف باختلاف اوقات وباختلاف اللي هو حالة المعدة والامعاء. لكن مع ذلك الوضع ماشي كويس، واحنا كلنا وما زلنا وسنبقى انه احنا بعد الله نعتمد على اعطاء الدواء في الفم من الفم مع الفم ما لم يطرح شيء قاهر، صح؟ يعني واحد عنده vomiting بقدرش مسكينه بضطر. طيب patients that can't be given the drug، مين هم اللي ممنوعين من اخذوا العلاج بالفم؟ واحد drug irritation that causes nausea and vomiting، في بعض الاقراص صعبة جدا تاخذها بالمعدة، مثلا العلاج الكيماوي والعياذ بالله، العلاج الكيماوي بتاع السرطان مهي جدا، اقراص الفلاجين بياخذوها الانتاميبا مهي جدا، احيانا نضطر انه ما اعطيهاش بالفم، خاصة كان في بعض الناس انه بيعاني من ديزيز ستومك، في ناس عندهم قرحة في المعدة مش سهلة انه ياخد العلاج، في التهابات شديدة في المعدة مش سهلة ياخد العلاج. تو unconscious patients، ناس اللي عندهم اغماء فاقد الوعي ما قدرش فاقد الوعي اعطيه بالفم خلق. ثلاثة some infants and children that refuse swallowing of the drug، خاصة مثلا اطفال، في طفل مهما اعمل لا يمكن انه يتحمل ايش ياخذ علاج بالفم وصرخ ولو اجبرته بالسرنجة بقته ثاني رجع، هذا اضطر نشوف له وسيلة اخرى. بعد ذلك بيفضل الاورال روت هو الموست سيف وهو المعتمد وكونفينينت لاعطاء الدواء. طيب الطريقة الثانية لاعطاء العلاج parenteral روت، طريق الانجكشن. The next most popular route of drug administration. The word parenteral indicates that the drug is administered by route other than mouth. يعني عموما parenteral غير الفم. ايش مكان؟ لكن المعتمد انه injectable route. Injectable يعني الحقن. ايا كانت الحقن. Injectable. سواء تحت الجلد، سواء في العضل، سواء في الوريد. Advantages. ايش هي المزايا؟ اول مزية useful for drug that can't be given by mouth، يعني انه اللي عنده يعني كراهية للعلاج او عنده المعدة مريضة جدا او unconscious خلاص هذه طريقة اخرى. الشيء الثاني في الادفانتج eliminate the unpredictability of absorption from GIT.
يعني هناك مثلا يكون الابسوربشن معوج كذا، الحملات كذا كذا، لا هذا انا بعطيه الحقنه وعارف انها رايحه على الدم، رايحه ماشيه على الدم والابسوربشن بتاعها تمام، يبقى انا بتحاشى مشاكل المعده ولا معه اسيديك الكلاين الفيلاين كذا. ثلاثة ميديكيشن كان بي جيفن تو ان انكونشس بيشنت، يعني في حالات فقد الوعي والكوما في وحدة العناية المركزة، وحدة العناية المركزة كله اي في واي ام. ليش انا اعطي هذا في وحدة العناية المركزة انتنسيف كير يونت؟ بقدرش انا اعطيه ايش اللي هو الدواء بالفم نهائيا، لانه هو مش صحي اساسا، هم بنيموه حتى اكثر عشان لا يشعر بما هو فيه من الالام الخطيره. طيب ايش هي الديس ادفانتج للحقن؟ اول شيء نيد ستيرايل تكنيك. ايوه ده ليش؟ حتى لو بدنا نعطيه في العضل في الوريد لازم امسح له بكحول، والسرنجة تكون ايش طالعة من باكيتها وما حدش يصيبها، واسحب الدواء فيها من بعيد لبعيد وانه كذا، وانا احيانا بلبس جلافز فبدي اعطيها وشغلة، يعني لانه اللي حيدخل حيدخل على الدم، لو في تلوث في الدواء او تلوث في نفس السرنج او نيدل رايح على الدم حرام علي. يبقى هذا بده استيرال تكنيك. اثنين مور اكسبنسيف ذان اللي هو الاورال، طبعا في مور كل حقنه لها ثمن اكثر. ثلاثه بيشنت يوجوالي نوت ايبل تو ميديكيت هيم سيلف، بقدرش عيان زي الاقراص ياخذها الساعه كذا والساعه كذا، سبيشال وين ميديكيشن نيدز تو بي انجكتد ديب المسل او في الفين، لازم بده نيرس او بده دكتور او بده اي براكتيشنر في المجال الطبي يعطيه الحقنه. طيب وهي الجرعة بتاعت 19 في الليل هذه كيف ياخذها؟ مين سهران له عشان يعطيه الجرعة 19 في الليل؟ إلا يكون هوسبيتالايز، يكون ايش؟ في المستشفى. طيب كمان في حاجة اسمها accidental penetration of blood vessel، يعني مثلا هو يعطيه في الوريد يروح يخرق الوريد ويعطي العلاج حواليه برا اكسترا باسكولار اكسترا باسكولار، يبقى كوزنج اكسترا باسكولار هيماتوما، وانا هي مصورها في الصوره اكسترا باسكولار هيماتوما اند اريتيشن، ويصير يصرخ من الالم، يصرخ من الالم لانه الدواء هذا مهيج، يعني هذا الدواء يعني يعطى داخل مثلا الوريد لا يعطى في السبكوتينس تيشو حوله، فبصير سيفير اريتيشن. There are a number of techniques of administration of drugs by injection. حنشوف طرق الانجكشن. طرق الانجكشن. أول طريقة subcutaneous. Subcutaneous injection is administration of a drug into the subcutaneous tissue. أنتوا عارفين الجلد مكون من ثلاث طبقات. Epidermis البشرة هذه الخارجية اسمها البشرة. تحتيها طبقة يعني أخمل منها شيء اسمها ديرمس، وتحتيها طبقة أخمل منها لسبكوتينس، فيها دهون وفيها blood vessels وفيها nerves تحت الجلد. الأدفانتج slow drug absorption زي مثلا insulin slow drug absorption، يعني أنا بدي الدواء ما يصلش بسرعة حتى مفروض يكون أطول فبعطيه تحت الجلد. طب الـ disadvantage most painful مؤلمة، لأنه الجلد يعني مترتب على بعضه تمام، فيعطى سائل بيعمل له شد وبيعمل له نوع من 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 ال يعني وجود الدواء في شكل كتلة مائية، يعني فبيضغط على العصب، بيضغط على العصب يعني يكون في حجم دخل تحت الجلد وأدى إلى نوع من الستريتش على التشو. كمان not effective in emergency، يعني لو أنا في عندي واحد فاقد الوعي ضغطه نازل حاجة عنده شوك بقدرش أعطيه تحت الجلد،
لانه طويله نسبيا طويله، انا بدي شيء في الوريد على طول. الطريقه الثانيه يعني الحقن انتراماسكولار، وهذه بوبولار، يعني حكايه اللي في العمل بوبولار. هنعطيكم هنت على كيف انك انت تعمل الحقنه في العضل، وهذا ضروري صحيح انه هذا الجيل يتعلم. Administering of a quantity of medication, medication drug, through a needle into a skeletal muscle. It is the second most widely used route for injectable drugs. يعني أول شيء الوريد، وعشان محاليل من المحاليل، بعدين اللي هو العضل. الأدفانتيز بتاعت العضل، suitable for administration of both solutions and suspension. يعني نعطي solution دائب تماما أو suspension مادة معلقة. مادة معلقة. The drugs that are very water insoluble can be given IM in an oily base. حقنة زيت مثلا، حقنة مذابة في مادة دهنية، في مادة دهنية. Remain for an extended period of time. Three has greater vascular network than subcutaneous injection. يعني العضلة مليئة بالأوعية الدموية أكثر من تحت الجلد، وبالتالي امتصاصها يكون أسرع من الحقنة subcutaneous. So drug absorption is more quick than subcutaneous route. وless painful كمان. يعني في بعض الناس بيضرب الحقنة في العضل وانت بتقولي انضربت ولا لسه. طريقة معينة، بريك معين، وبيعمل على طول evacuation، رابط انجكشن للمادة، تقول انضرب ولا ما انضرب، ما بتحس فيه بس. طيب ايه disadvantage؟ كل اشي ايه هو disadvantage؟ من disadvantage painful injection احيانا. احيانا في واحد بيوجع جدا، لانه بيجي في بعض الاطراف العصبية الحسية بيقلب، وحسب نوع الدواء. في دواء بشعب خالص صحيح. Injury to some nerves، وهذا الخطير، هذا الخطير، اخطر ما في الموضوع انه الانسان يعمل injury للنيرف، لانه ممكن يعمل شلل للعضلات اللي بغذيها هذا النيرف. Sometimes blood injection، احيانا تحقن الحقنة والمريض مثلا يمشي بعد شوية يلاقي دم بينزل، لانه بيكون في فيزل قريب من جراح او حاجة، لكن مش دائما. وبعدين الحكمة ان الانسان يضغط على مكان الحقنة 5 دقائق مثلا حتى يعني يوقف اي سيل للدم. طيب انا ايش اعمل هنا؟ انترماسكولار انجكشن. طبعا هي ممكن في اي سكليتال ماسل في الجسم انه يكون في حقن، ممكن الدلتويد ماسل مثلا، ممكن اللي هو كف اليد هنا في هيومرس، ممكن في الفخذ، لكن الكومون سايت هي جلوتيال ريجون، قفا الانسان، قفا الانسان. وانا بعلمكم، شوفوا الاخضر هذا، الاخضر هذا سياتيك نير، الاخضر هذا سياتيك نير. الان الحكمه في الموضوع عشان نبعد عن السياتيك نير وما نتزوجش ابدا، انه احنا نقسم هذه المنطقه الى 4 اقسام. هذه 1 2 3، مش عارف انا ليش هذا البونتر مش تمام، 4. بقسم هذه يعني زي صفحه، بقسمها وهميا بخط راسي وخط افقي الى 4 quadrants. وباجي في الكوادرانت البعيد عن العصب اللي ما فيش فيه شبهه، اللي هو نمره 4. يعني 1 و2 قريبين، و3 قريب، اما 4 و 4 فين؟ هنا في الجنب من فوق، بروح ضارب الابره بسحب شويه عشان ما يكونش فيه فيزل، ما يكونش هو داخل في بلاد فيزل، سواء شريان او ايش او وريد، بس هيك فيش حاجه طلعت معي دم، بروح بقول بسم الله وبروح بضرب الابره. شيء ما بيخوف وسيف. ولو ناخدكم احنا بس على مختبر التمريض ساعه او نصف ساعه، هتعملوا طول عمركم اي ام انجكشن،
IM injection. وهذا ضروري لكل عائلة. ضروري لكل عائلة. فيش واحد منا مستغني عن الـ IM. أسرع طريقة ومهمة إنه تتعلموها. طيب بيجي الموست بوبولار اللي هي الانترافينس. الانترافينس انجكشن طبعا هذا شغل يعني شوية متخصص أكثر. يعني مش سهلة إلا بتتعلمي على الـ IV شوية في عيادة أو في مستشفى. Administration of a quantity of medication directly through a needle into the circulation. عطول أنا حطيتها مش في العضل بس العضل عايز له 10 دقائق لما يمتصها، لا أنا حطيتها في الدم على طول. Two methods of intravenous injection are used. الوريد في حاجتين، في حاجة إنه بكون الدرج as bolus. bolus يعني بقول إنه في عندي حجم معين من 1 ملي لـ10 ملي في مثلا أمبولة، هذا اسمه بولس، حجم محدد، هذا أنا بحقنه سلولي في المريض. الثاني continuous infusion of a drug، شغل المحاليل هذا intravenous drip، محلول وريتكم إياه معلق في الحامل وإله كيس وإله رول معين وإله دروبس حسب ريت معين، حسب ريت معين من 60 70 80 100 مثلا في الدقيقة. لا هذا continuous drip. لكن الأول لا، هذا بولس حقنا وخلاص سكروا عليها. طيب الـ advantages of intravenous injection IVI يعني intravenous injection، ما هي المزايا؟ أول مزية to achieve highly accurate and quick blood leaving. يعني واحد مثلا داخل في hypoglycemic coma. ايش hypoglycemic coma؟ ايوه في عنده غيبوبة نقص السكر، غيبوبة نقص السكر، حللت له انا طلع السكر منخفض 30-40 على طول بدي احط له محلول، حط المحلول المحلول افتح العجل يكب كب بسرعة 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 بسرعة. محلول هذا بيكون محلول جلوكوز سوليوشن، جلوكوز سوليوشن عشان انقذ حياته، لانه المخ وكثير من الناس في الجسم تتغذى على الجلوكوز، الجلوكوز عنده نقص خالص لازم ألحقه قبل ما يموت. يبقى اول مزية انه انا ممكن اني انا اخذ هاي اكوريت وكويك بلاد ليفل من العلاج. واحد عنده ضغط الدم نازل 60-40 مثلا، بلحقه محلول ملحي، محلول ملحي على الاخر سريع، محلول ملحي اقصد فيه اني انا احط له حجم من السائل وصودا الكلورايد في دمه اللي يرفع الضغط بتاعه عشان القلب ما يتوقف وعشان الانسجه كمان يصلها مدد من الدم. الشيء الثاني في الادفانتج الشانل هو قناه او طريقه تو ادمنستر دراجز ذات اريتيت انذر سايتس زي الكيموثيرابي. الكيموثيرابي لو اعطيته بالمعده بيأثر عليها جدا، لو اعطيته اي ام بيحرق العضله حرق، يبقى انا ما فيش الا الاي في ويدوب بيعاني المريض. نسال الله ان ربنا يعافينا ويعافي المسلمين، قولوا امين. اخوانكم واخواتكم الاف مؤلفه في غزه من مرضى السرطان لا يجدون معينا الا الله، لانه اقفلت الحدود وقيمت السدود حولنا، والاف مؤلفه منهم اطفال ومنهم شباب وشابات ومنهم كبار السن يجأرون الى الله من الظلم. السرطان ينهش اجسامهم كل يوم ولا يجدون علاجا. وضع صعب خاصة فيما يتعلق بالإشعاع وعلى العمليات الجراحية المتخصصة، وأنا بعرف ناس وضعهم صعب، صعب جدا وضعهم صعب. حتى المركز المتخصص الوحيد في قطاع غزة مركز الأمير نايف تم إغلاقه وما بعرف كيف، المهم أنه غير شغال. طيب الثالث less painful during drug administration. يبقى احنا ما نعطيه في الوريد الدواء اقل الما من تحت الجلد واقل الما من العضل. طيب الديس ادفانتج
ايش الحاجه الديسادفانتج. اول شيء اكسيدنتال اوفردوز، يعني مثلا انا والله مركب محلول لطفل والمحلول هذا فيه 500، هو مطلوب للطفل 200، قال مرضى سهر وفضل ال 500 كوب ولما كلهم دخلوا في دمه، هذا اوفردوز. عملوا حاجه اسمها هايبر فوليميا للدم، هايبر فوليميا الحاجه زي. طيب قال يعني الدكتور قال لهم اعطوه مثلا حقنه لكذا في الوريد، ما حسبوش الجرعه، بدل ما مثلا ما يعطوا على قد الطفل مثلا نصف الجرعه او ربع الجرعه، راحوا اعطوه جرعه كامله، لو دخلت ما نقدرش نطلعها خلاص. يعني اللي اخذها بالفم لو ادركنا انه اخذ جرعه كبيره ممكن نلحقه نعمل له فوميتنج، نعمل فوميتنج. لكن الطفل الصغير لا، الانترافيروس لا، اللي رحرح هذا اسمه اكسيدنتال، يعني هذا شيء خارج عن الاراده بيكون احيانا، خلاص حدث عرضي اوفر دوز جرعه كبيره، نقدرش نعمل ويدرو ذا دراج فروم ذا سيركوليشن، راح وبالتالي بيتحمل المريض ايش اللي صار جوا الجسم. اثنين انفلتريتنج ذا اريا اراوند ذا فين، يعني تغير لونها، وانا جايب هنا شايفين هنا مبين الفلتريشن هذا، الفلتريشن ثرومبوفيبايتس. احيانا بصير ثرومبوفيبايتس يعني من كثره التهيج الوريد، اذا كان وريد واحد بياخذ فيه بيصير له نوع من التضخم والالتهاب، التهاب في جدار الوريد، يصير الوريد كالحبل خميل. For inadvertent intra-arterial injection instead of a vein. انتوا عارفين كل vein في جنبه artery، كل vein في جنبه artery، كل vein في جنبه artery. لو يعني صار سهوا انه دخلوا في الشريان بدل الوريد، الامور بتصير عكسيه، الشريان رايح على النسيج، الشريان رايح على النسيج بدل الوريد ياخذ ويذهب الى القلب. فشوفوا لما الان انا اعطيت في الشريان، الشريان حمل عكسي، حمل لعضو معين اللي هو قريب منه، فاثر عليه تاثير كبير خطا. انا بعطي في الوريد لانه الوريد هو مسافر على القلب، والقلب هيخففه وهيضخه الى كل اعضاء الجسم بما فيه الجزء المريض من الجسم، الجزء المريض من الجسم. هذا يحدث احيانا خاصة عند المتدربين من الممرضين، عند المتدربين من الممرضين يجي بدل ما يدخل في الوريد شوية يروح شاكك ايش الشريان وكله دم، بيقول لك كله فيه دم. طيب هاي الثرومبوفليبايتس، وهي الكالوريشن والانفتريش around the vein. طيب في حقن انتراديرمال وفي حقن انترافيكال، دي ان دي الرابع والخامس، ما تخافوش. انتراديرمال يعني انا بحطه في البشره نفسها، في الجلد، مش تحت الجلد، في نفس الجلد على طول مع البشره، تحت البشره نفسها، يعني بين البشره وبين الابيديرمس، بين الدم الابيديرمس والديرمس. هذا بس احنا بنستعمله كتست للحساسيه لبعض العلاج. يعني مثلا انتم عارفين البنسلين عمل مصايب كثير، لانه اللي عنده هايبر سنسيتيفيتي فور بنسلين، يعني اف انجكتد اجين فور انذر تايم مي ليد تو سيفير انافيلاكتيك شوك، اكيوت انافيلاكتيك شوك، وممكن يموت. كمان في بعض التستات لمرض التي بي، تي بي اللي هو الضرن الرئوي او السل الرئوي، بيعملوا له في الجلد شيء اسمه تيوبركلين تيست، هل هي موجوده هذه في ولا لا المرض. فاذا كان موجود تلاقي الحته اللي انا ضربت فيها وحط عليها دائره بالقلم صارها فلير سويلنج وفلير وريدنس ورم. ده من الحاجات اللي يعني عملناها متاخرا، انه كنا نعمل نقطه من محلول بنسلين
في الكوديراك تايبر. الكوديراك تايبر سايك حط نقطه ونستنى. لو العين صارت ريد وفيها ريتيشن ودمع نقول لا ياخذ بنسلين. يعني هو ميوكس ميمبرين صحيح المتحمل لكن بتكشف تماما زي اللي هو الانتراديرمال. اما الانترافيكال احنا تكلمنا عنه قبل ذلك انه احنا يعني نتيجه لانه البلاد برين بارير بيمنع الادويه المائيه من الوصول الى انسجه المخ في حالات التهاب معينه زي الانكفالايتس والمنجايتس، فاحنا نعمل باي باس متحايل على الموضوع بحقن الماده الدوائيه التي تدوب في الماء زي مرض حيوي لمعالجه التهابات المخ، نحطها في السب اراكنويد سبيس. ان ذا سب اراكنويد سبيس، وين السب اراكنويد سبيس؟ بين البايامتر and arachnoid matter. في بينهم space اسمه subarachnoid space full of CSF cerebral spinal fluid. لو انا عملت injection من الظهر في lumbar region والدواء دخل في subarachnoid space حيلف على كل المخ والنخاع الشوكي دورة دورة متكاملة، دورة زي الدورة الدموية. يبقى حقن الشيء في السبارتون سبيس اسمه انتراثيكال انجكشن، انتراثيكال انجكشن. بس طبعا هذا حقن متخصصة احنا كنا نعطيها في قسم جراحة المخ والأعصاب في جامعة الإسكندرية. لازم يعني المريض أول شيء يكون أضل أو سكان طفل إنه يعني هم يقعدوه في جلسة معينة ويضغط على الرقبة بتاعته ويأتي بالرأس إلى الركبتين عشان يفتح في العمود الفقري فتحة بين الفقرات القطنية ويدخل اللي هو اللي بده يحقن في هذا اللي هو السبيس بحقنة فيها شيء داخلي. يعني هي إلها جوج معين وداخلها سن طويل، بعدين بيسحب السين لو بدا السي اس اف ينقط برا من الجوج هذا طويل بيجيب الماده العلاجيه بتاعته بتكون جاهزه وهو بيدخلها طويل هيك وبيحقنها. طبعا هتقولوا صعب لكن المتخصصين بامر الله بيسهل عليهم. انترا فيكال انجكشن. انا هكتفي بهذا القدر. المرة القادمة إن شاء الله هتكلم على سابوليتريس، إعطاء الدواء في صورة تحاميل والتحاميل منها أنواع معينة. إلى هذا القدر نكتفي ونشكر لكم حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.